مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعين عربي، نزل عندنا تحديث جديد تطبيق تليجرام بميزات جديدة. قبل ما أبدي شرح أتمنى كل شخص يدخل على قناتي يدعم قناتي بلين بعين عربي باشتراك ولايك ويفعل زر الجرس حتى يوصلك كل شيء جديد من عندي والجديد على قناتي. قناتي اسمها بلين بعين عربي، مختصة في التطبيقات ومشاكل التطبيقات والآيفون ومشاكل الآيفون وإيجاد حلول هذه المشاكل. بالبداية هذا تحديث فرعي، كيف نعرف فرعي؟ إنه تحديث برقم 942.9.4.9.5 تحديث رئيسي. 942 معناته تحديث فرعي، في عندهم مشاكل بالتحديث السابق. خلي اشرح لكم كيف راح نحدث بصوره صحيحه، وين راح تلقون الميزات وبعض النصائح المفيده لكم في التحديث. حتى نحدث التطبيق بصوره صحيحه، بالبدايه راح ندخل على الابل ستور، ندخل على حسابنا هنا بالاعلى وننزل الشاشه الى الاسفل، راح تنزل التحديثات النازله. نسال عندي الان جوجل وتليجرام، التحديث برقم ننزل بالاسفل 942.112 ميجا، وهذه الميزات مالته كلها تقدرون تقروها هنا. قبل ما نحدث راح نروح على الإعدادات، راح ننزل على عام، تتأكد التحديث للبرنامج آخر تحديث. بعدها راح ننزل على مساحة التخزين، نتأكد المساحة عندي لازم هنا 7 إلى 10 جيجا بايت، مساحة غير مستخدمة. بعدها راح أنزل أشوف أني كم عندي مساحة تليجرام. الآن هنا مثل ما تشاهدون عندي المحذوفة مؤخرا 2 جيجا، فأعملها إفراغ أيضا. والآن راح أشاهد كم مساحة التليجرام. التليجرام عندي مساحة 2.6 جيجا. اللي راح أعمله راح أحذف التطبيق وأرجع أنزله. ليش أحذف التطبيق وأرجع أنزله؟ حتى هذه المساحة 2.4 جيجا تروح تنحذف، يجيني 200 ميجا وراح ينزل تطبيق محدث وما بي أي خطأ. الآن راح أرجع أحمله وأشرح لكم. الآن راح أرجع أكتب هنا تليجرام، ونزلت التليجرام، ومثل ما تشاهدون الآن التليجرام دخل حمل. أرجع أدخل عليه وأفتح. الآن دخلت على التليجرام، هنا أدخل الرقم مالتي، بعد ما دخلت الرقم هنا أعمل continue، هنا دخل على التليجرام بدون أي مشكلة. مثل ما تشاهدون هنا عدم السماح بدون أي مشكلة، عدم السماح بدون كود بدون أي شيء. راح أروح على الإعدادات، أنزل على عام، أنزل على مساحة التخزين وأتأكد كم المساحة للتليجرام، وراح تشاهدون كم المساحة. يعني أنا أتوقع بحدود 200 ميجا 300. مثل ما تشاهدون التليجرام الآن هنا مساحته 160 ميجا، هذا كله كانت 2 جيجا مساحة زايدة خلصت منها. نقطة واحدة حابب أقول لكم، إحدى الميزات اللي جتي في التليجرام تعمل تحرير تعيين صورة جديدة، تقدر تختار فتح الصور، تعيين رمز تعبيري، وبحث في الويب، وإزالة الصورة. هذه إحدى الميزات اللي نزلت، تقدر تختار من هنا. وأيضا نزلت بعض الإيموجي الجديدة، لكن راح تكون حصرا للمشتركي تليجرام بلس. أتمنى بنهاية الفيديو استفادتوا، ادعموا قناتي رجاء برلين بعيون عربية باشتراك ولايك. عندي كثير حلول لكن للأسف مدى أنشرها، لأن كل ما أنشرها يأخذون الحلول ويبثوها بقنواتهم. اللي حاب أي حل يدخل لي على إنستغرام أنطي الحل، لكن عندي شرط إنه كل فيديو أنزله مشاهدة ولايك أنا أساعدكم مجانا. تحياتي لكم، مع ألف سلامة.